السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل اسمه سيم لاب، ده فيه سوفت وير قوي بتقدر تعمل فيجوالايز للمنتج بتاعك، وبتعمل فيه شوية شغل وحركات وحاجات كتيرة كويسة جدا. بس الجميل او احنا نستفاد من الموقع ده كويس جدا في موضوع ان هو موفر بلوجنز قوية جدا في كل التولز القوية. يعني هعمل حاجة مثلا للسكتش اب، حاجة للراينو، حاجة للاون شيب، حاجة للسوليد ايدج. تقريبا اغلب البرامج بتاعت 3D هو عايز ياخد منها المنتج، فبيديك امكانية ان انت تصدر من المنتج بتاعك ل سيم لاب. تمام، ففي ميزة قوية جدا ان انت تقدر تستورد من منتجات كتيرة وتصدر لمنتجات كتيرة. تمام، يعني في خاصية هنا ان انت تقدر ترفع ملفات مثلا من الاف سي، من الجي ال تي اف، من ال 3 دي اس، وبعد كده تخرج باوبجكت وسي تي ام. دي خاصية جميلة جدا. ماشي، طيب وفي برضو بلاجنز كتيرة جدا هو موفرها. تعالى مثلا نشوف بلاجنز مثلا لل3 دي ماكس. تقدر لما تطبع على 3 دي ماكس تقدر تصدر الشغل بتاعك 3 دي بي دي اف. تمام، وتصدره سكتش اب، وتصدره كومبوزر، وتصدره جي ال تي اف، وتصدره يو اس دي زد، وتقدر تعمل امبورت لل3 دي بي دي اف والسكتش والسوليد وورك والجي ال تي اف واليو اس دي زد. فالصراحة البرنامج ده يغنيك عن برامج كتيرة جدا للاستيراد والتصدير. مش بتكلم انت تسطب البرنامج، لا، تسطب البلجنز بس كفاية. يعني تقدر من الريفت تصدر ال 3 دي بي دي اف والاوبجكت والاو بي جي وسكتش اب ويو اس دي زد واف بي اكس وجي ال تي اف. تمام، وتقدر تحوله للفي ار. فالفكرة البلجنز ديت هتبقى ممتازة جدا وهتوفر معاك وقت وهتدي قوة للشغل بتاعك. يعني انت مش لازم تصدر للبرنامج ده، ممكن تكون عايز تصدر مثلا لراينو مثلا، او عايز تصدر لأي برنامج من برامج الريندر زي مثلا ليون، او عايز تصدر لل 3 دي بي دي اف او السكتش اب، او عايز تصدر للماكس. فتقدر تستخدم التولز دي عشان تصدر اللي انت عايزه.